السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بإذن الله غادي نقدم لكم واحد السلو اللي كيجي رائع في المذاق ديالو ومغذي بالمكونات ديالو، وكنتمنى أنكم تجربوه وتعطيوه لوليداتكم في وجبة الإفطار، بالأخص الوليدات اللي ما كيقدروش يفطروا في الصباح. ومشي ضروري أننا نتسناو حتى لرمضان عاد نديروه، يعني يكون معتمد عندنا نقدموه لوليداتنا، الناس المسنين والمرأة الحامل، وكنتمنى يعجبكم. مكونات عندي: كيلو ديال اللوز اللي منظف مزيان ومسوح ومحمر في الفرن، عندي كيلو ديال الججلان هو منظف ومحمر في الفرن، 5 ديال المعالق ديال القرفة، 120 غرام ديال النافع، 120 غرام ديال حبة حلاوة، عندي العسل الحر كيلو لاروب تقريبا او لا اي عسل كتفضلوا، عندي مسكة الحرة اللي غادي ندقها مع شوية ديال الملحة، هنا هذا دقيق ديال الأزنبوك أو لا البندق، كل واحد أشنو كيقول ليه، أو لا تاخدي دقيق ديال الشعير وتحمريه تغربليه وتحمريه. هنا عندي نص كيلو ديال الفرينة، يعني ماشي الفورس وإنما فرينة كتبع عند موالين الطاحونة اللي كيطحنوا الزرع عندهم. هنايا كنحمر في اللوز في الفرن يعني بدون مادة دهنية، وهنا كنحمر الدقيق ديال الفرينة كنحمره في الكوكوط. في الكوكوط كيجي بالأحسن، الفرن كيجي شوية صعيب أنك كل مرة خصك تحلي الفرن وتقلبي، الكوكوط أسهل، هو ما كيخسرش الكوكوط، يعني ما تخافوش على الكوكوط ديالكم ما كتخسرش، كنحركوه مرة مرة ما نغفلوش عليه. واحد لاستيوس اللي كنديرها دائما بالنسبة للتحمر ديال الدقيق، كناخد المعاسة ديال البطاطا وكنبقى كنورك على دوك الكويرات اللي كيطلعوا اللي كيتكوروا في الدقيق، يعني باش ما يتكورش ليا كله كنبقى نورك عليه. كنحرك بيها فين ما طلعت الكويرة كنورك عليها. هنا خديت هاد البواطة كبيرة باش غادي نرسل الكل الى الملطحونة، درت الدقيق ديال الفرينة اللي حمرت بعد ما برد، درت في الدقيق ازنبو أولا البندق، هنا 120 غرام ديال النافع، 120 غرام ديال حبة حلاوة، 5 المعالق ديال القرفة أولا أكثر كل واحد شحال كيبغي، هنا المسكة الحرة اللي دقيتها مع شوية ديال الملحة، هنا الججلان اللي خديته تا هو ما مدقوق ما والو ما محمر، هنا اللوز اللي حمرت. غنصيفط كلشي للطاحونة، مالي العطريه اللي كيطحنوا داكشي ديال السلو، وهذه واحد الجبانيه ديال النافع ديال عفوا ديال الججلان خليتها صحيحه محمره وصحيحه. هنايا بعد ما جبتهم عند مول الطاحونه طحنهم مزيان حتى خرجوا الزيت ديالهم يعني بدون اي دهنيات، غنزيد عليهم هذيك الجبانيه اللي خليت من قبل، وهذه واحد جبانية اخرى ديال اللوز اللي هرمشتو خليته حتى هو وهرمشتو، يعني ما طحنش كلشي باش يجي شويه حرش ما يجيش رطب. وهذا العسل الحر غادي نذوبو في بان ماغي ونخلط به. هنا بعد ما خلطت كلشي وقاديت السلو ديالي، كل واحد كيقادو على حسب الذوق ديالو، ممكن انك ديريه في بواطه، ممكن لو تقدميه هكا فعندك شي عراضه ولا شي حاجه كتقدميه بهذا الشكل او الشكل اللي غيعجبك.
وممكن بالنسبة للوليدات الصغار في الإفطار أنك تقدميه بشكل فردي،